يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. توطيد التعاون مع إيطاليا، سمو رئيس الوزراء يهنئ أمادي بتعيينها سفيرة. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت التنسيقية تستعرض تطوير قطاع المواصلات والاتصالات، وزير العمل لا تصريح للبحرينيين في شركات الاتصالات. عبد الحكيم الخياط لصحيفة أخبار الخليج، استجابة قيادة مملكة البحرين لأزمة فيروس كورونا كانت مبكرة وسريعة وفعالة. ومع صحيفة الأيام والتي أوضحت، مملكة البحرين تؤكد دعمها لوحدة ليبيا والتخلص من الجماعات الإرهابية. ومع صحيفة الوطن والتي بينت، حملات تخير الحجاج بين إعادة المبالغ أو إعادة ترحيلها للموسم القادم. صحيفة الوطن تطلق جروب خلها علينا لاستقبال مشاكل القراء. إلى أبرز ما جاء من أخبار حول كوفيد-19، حيث نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أنه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ناقشت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا، كما استعرضت الموضوعات المتصلة بتطوير قطاع المواصلات والاتصالات. نطالع من صحيفة الأيام أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أكد أنه تم توجيه المختصين بالوزارة بالاستعاضة عن توزيع النتائج الدراسية ورقيا بالمدارس والاطلاع على النتائج إلكترونيا عبر البوابة التعليمية لجميع الصفوف الدراسية. نقلت صحيفة الوطن أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أكدت على أهمية دور اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في مواصلة العمل وإطلاق المبادرات في مجال تعزيز الوعي والتثقيف اللازم حول تأثيرات التدخين على صحة المواطنين والمقيمين في ظل جائحة فيروس كورونا. لفتت صحيفة البلاد أن مديرية شرطة محافظة المحرق قامت بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات لتوعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات واتباع التعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا وكتبت الكاتبة سوسن الشاعر مقالا في صحيفة الوطن، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. هل اتخذنا خطوات الانفتاح قبل أن نضع الأسس الصحيحة له والتي تضمن لنا أن سياسة الانفتاح ستخدم الإنسان البحريني وستخدم اقتصاد الدولة؟ نعم، حققنا مراكز متقدمة في قوائم المؤسسات الدولية، صعد ترتيبنا وننا الجوائز الدولية، ولكن هل قيمنا ورصدنا أثر الانفتاح إن كان في توقيته أو كان دون ضمانات أو ترتيب البيت الداخلي وأثره على البحريني؟ ما يهمنا أن نعالج أسواقنا المحلية أولا ونرتب بيتنا الداخلي ونضمن الاستدامة في نمونا وتقدمنا الاقتصادي، خاصة وأن اقتصادنا بنحو 80-90% قائم على المشاريع المتوسطة والصغيرة البحرينية، تلك المشاريع التي تضررت كثيرا رغم المبادرات العظيمة التي حاولت إنعاشها أثناء جائحة كورونا، كمبادرة صندوق العمل تمكين والمحافظ المتعددة له، والتي نجحت في إبقاء العديد من تلك المشاريع على قيد الحياة. كما وأوضح صحيفة الوطن أن وزارة الصحة كشفت أن كلفة الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا بلغت نحو 109 ملايين دينار، أي بنحو 898 ألف دينار يومياً.
كما ونقرأ من صحيفة الأيام أن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات نظم ندوة عن بعد بعنوان استراتيجيات دول الخليج لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث أكد مسؤولون حكوميون وباحثون وأكاديميون مشاركون أن أزمة فيروس كورونا أظهرت جاهزية الأنظمة الصحية في دول الخليج على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. إلى الأخبار المنوعة لجولة هذا الصباح، حيث نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان نفى وجود نية لبعض شركات الاتصالات الوطنية لتسريح المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بالمساس بموظفي القطاع الخاص. من صحيفة الأيام نقرأ أنه استجابة لازدياد الطلب للتسجيل في البرنامج الصيفي بجامعة البحرين، قامت الجامعة بزيادة طرح الشعب والمقررات وتمديد فترة التسجيل إلى يوم غد الخميس. لفتت صحيفة الأيام أن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبد الكريم بوشيري كشف في تصريح لصحيفة الأيام عن مبادرة بقيادة البورصة لإرجاع أرباح نقدية منسية للمساهمين في شركات مدرجة في بورصة البحرين منذ نحو 30 عاماً. نشر صحيفة الوطن مقالا للكاتب فيصل الشيخ بعنوان سوشيال ميديا المواطن وسرعة الاستجابة، فإلى صدور هذا المقال. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليومي تغني أي مسؤول رفيع عن انتظار ما ينقله له موظفوه، أصبح هو بنفسه قادرا على متابعة ما يتداوله الناس وما يطرحونه وما يشتكون منه. مؤخرا تميزت البحرين برصد ما يبثه الناس من قبل كبار المسؤولين بما ساهم في حل كثير من المشكلات بشكل مباشر واتخاذ إجراءات في صالح الناس خلال وقت قصير. آخر الأمثلة ما قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد مشكورا من تفاعل سريع مع مواطنين كرام بثوا همهم عبر وسائل التواصل وأوصلوا أصواتهم مباشرة للشيخ ناصر. كانت فترة زمنية قصيرة جدا منذ بث الفيديو حتى صدور توجيه الشيخ ناصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق رغبات الناس وحماية مصدر رزقهم، شملت نزول المسؤولين مباشرة للموقع المعني بسيارات الفود تراك في رد فعل لاقى صدى إيجابيا وترحيبا كبيرا من الناس. علمت صحيفة الأيام أن هناك توجهاً لتطوير سريع للمنطقة المحاذية للممشى الاستغلال في منطقة سند لتكون مهيئة وملائمة لعربات الأطعمة المتنقلة باشتراطات الأمن والسلامة، حيث من المقرر أن تضم حوالي 50 عربة. ومن جانب آخر بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن اللجنة الأولمبية البحرينية وشركة البحرين للاستثمار العقاري إداما وقعتا مذكرة تفاهم لإقامة مجمع مائي ببلاد الجزائر. هذا المشروع يقام لأول مرة في مملكة البحرين والشرق الأوسط، سيكون عبارة عن مجمع مائي مهيئ لاحتضان مختلف أنشطة الرياضات المائية والسباحة. بيّن صحيفة الوطن أن بلدية المنطقة الشمالية دشنت خدمة كلمنا والباقي علينا لإزالة ورفع المخلفات من أثاث وأجهزة ومعدات كبيرة الحجم من أمام المنازل للحد من الطرق الخاطئة في رمي الأثاث المنزلي في الأحياء السكنية والطرق. لن يتوقف النظام القطري عن محاولاته لشق الصف العربي، حيث نشر صحيفة الأيام تعبير الاستياء للمراقبين السياسيين من الموقف القطري خلال الاجتماع الوزاري العربي بشأن تطورات الوضع في ليبيا،
وكعادتها في محاولات شق الصف العربي، أعلنت قطر يوم أمس التحفظ على البندين 7 و8 من القرار الذي صدر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم أمس بشأن ليبيا. قطر توغل في تهديد الأمن القومي العربي، بهذا العنوان نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتبة فوزية الرشيد، وقالت فيه ما يلي: في الوقت الذي كان يطالب فيه بعض أصحاب التحليلات الساذجة والعاطفية برفع المقاطعة عن قطر من دون أن يكون هناك أي تراجع قطري عن سلوكياتها وسياساتها المشينة، فإن الموقف العربي باستثناء دول المقاطعة هو موقف متخاذل تجاه ما تمثله دويلة نظام الحمدين من تهديد صارخ ومستمر ليس للدول الأربع وحدها، وإنما لكل دول المنطقة العربية وتحالفها مع أعداء العرب الطامعين في الجغرافيا العربية وفي الثروات والإمكانيات العربية من خلال استغلال مخططات دولية مشينة تجاه دول المنطقة لعبت فيها قطر دور الداعم اللوجستي والميليشياوي لكل المرتزقة والميليشيات وأفكار التغيير الهدامة. وبهذا المقال مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.